الابتسام اللثوي هي ايه؟ الابتسام اللثوي اصلا، الابتسام اللثوي لما حد بيبتسم وبتبان اللثه بشكل كبير اكتر من الاسنان نفسها، فدي بتعمل شكل غير محبب لناس كتيره قوي. دي بيكون علاجها ازاي؟ احنا بنعالجها على حسب درجه اللثه او درجه ظهور اللثه. احيانا بنكتفي بس ان احنا بنقص جزء من اللثه بالليزر، طبعا دي احدث طريقه ان احنا نعالج اللثه، ان احنا بنقصها بالليزر وبنرسم شكل اللثه دي بالليزر. دي افضل طرق العلاج بالنسبه لقص اللثه فقط. وفي بعض الاحيان بنحتاج ان احنا كمان ان احنا نعمل حاجه اسمها ليب لينثنينج، ان احنا بنخلي الشفه العلويه ان هي تنزل لتحت شويه، ده عن طريق حاجه جراحيه، عمليه جراحيه بتكون من الداخل، بتكون الشفه من الداخل، بنقص منها جزء وبنخيطها بحيث ان هي مع الابتسامه ما تتحركش لورا بشكل شديد فتبان اللثه. احيانا بعد ما بنقص اللثه بترجع اللثه تنمو تاني. ليه بقى؟ لان العظم اللي تحت الاسنان اصلا بيكون لازم يكون في مسافه ما بينه وبين اللثه بشكل، كل لثه مغطيه العظم بطريقه معينه، فبيكون الحل هنا ان احنا نشيل جزء من العظم اللي تحت الاسنان وبنقص بعدها جزء من اللثه عشان نمنع عمليه الريلابس او ان يحصل تاني ابتسامه لثويه تاني. واحيانا كمان بنعمل الكذا اجراء دول كلهم مع بعض، ان احنا بنعمل ليب لينثنينج نطول الشفه وبنشيل جزء من العظم بتاع الفك اللي تحت الاسنان وبنعمل كمان قص اللثه. الحاجه كمان بتساعد على نجاح الموضوع ده اللي هي ايه؟ ان احنا بندي بوتوكس اثناء الالتئام بتاع الجرح بتاع العمليه اللي احنا عملناها اثناء الليب لينثنينج. ليه بقى؟ علشان خاطر الابتسامه ما تشدش الفيستيبيول او الانسجه اللي هي في الشفه من الداخل فتخليها تاني يحصل ريلابس تاني. فاحسن حاجه ان يحصل التئام تحت تاثير البوتوكس. وطبعا في ناس بيستخدموا البوتوكس لوحدها كعلاج للابتسامة اللثوية، بس ده بيكون بشكل مؤقت، كل ما بيروح تأثير البوتوكس كل ما بيرجع تاني الابتسامة اللثوية. دمتم بألف صحة وخير، واستنونا عشان تتابعوا كل ما هو جديد في طب الأسنان.